دكتور حسام حسن العربي، رئيس قسم القلب في كلية طب جامعة أسيوط. النهاردة سألت سؤال عن إزاي العيان يعرف إنه عنده أعراض وصوف الشريان التاجي. أول حاجة بيحس بيها العيان في العادة بتبقى آلام في الصدر. آلام الصدر دي بتيجي على كذا شكل، ممكن تيجي على شكل حرقان. في العادة المكان بتاع الألم بيبقى في منتصف الصدر، ده الألم المكان المعتاد لألام قصور الشريان التاجي. في منتصف الصدر ده المكان بيسمع في حتة تانية، ممكن يسمع في الأكتاف الاتنين، في الإيدين الاتنين خاصة الإيد الشمال، ممكن يسمع في المنطقة اللي احنا بنسميها بالعربي كده فم المعدة، ممكن يسمع في الرقبة فوق، ممكن يسمع في الفك السفلي، ممكن يسمع في الظهر، لكن في الأساس بيبقى في الغالب بيبقى في منتصف الصدر. دي أول نقطة. النقطة التانية إنه بيبقى ليه علاقة واضحة مع المجهود. المجهود بيزود الألم، ولما العيان يرتاح الألم بيبدأ يتحسن أو يختفي. المجهود ده ممكن يجي على شكل مجهود عضلي، ممكن يجي على شكل مجهود نفسي، ستريس ممكن يسبب الألم. في بعض الحالات الشديدة الوجبات الثقيلة تعتبر نوع من أنواع المجهود، فتلاقي العيان لما ياكل وجبة تقيلة يبدأ يحس بالألم. النقطة الثالثة اللي بتميز قصور الشريان التاجي غير إن هو المكان بتاعه وعلاقته بالمجهود، شكل الألم. الألم بيبقى يا إما على شكل العين مش يوصفه، على إن هو شكل حرقان، حاجة بتحرق في المنطقة دي، أو على شكل حاجة تقيلة، حاجة بتدوس على صدره، أو بيجي على شكل خنقة، يحس إن في حاجة خانقاه، في حاجة بيقول لك حقيقة، ساعات يحس حاسس إن في حاجة بتطبق صدره من ورا لقدام أو من الجنبين، ساعات يحس بسحبة، يحس إن في سحبة في المنطقة دي، ساعات يحس بحاجة مش عارف يوصفها، حاجة مش مريحة. ده ساعات بيبقى شكل من أشكال وصف آلام قصور الشريان التاجي، وساعات بيبقى على شكل ألم، ألم واضح وصريح، فما هياش دايما بتيجي بشكل واحد. لما يبقى الخواص دي كلها موجودة، مكان الألم مظبوط في النص، أو شكل الألم من الأشكال اللي أنا وصفتها وعلاقته موجود واضحة، ده بيبقى بالتأكيد ألم قصور في الشريان التاجي. لما يبقى اتنين من دول موجودين بيبقى احتمالية عالية، واحدة بس بتبقى فيه احتمالية بس موجودة، ولا واحدة فيهم بالشكل اللي أنا قلته، يبقى ده في الغالب ألم ملوش علاقة بقصور الشريان التاجي. في حاجات تانية لو موجودة مع الألم بترفع الاحتمالية، زي ان لما يجي الالم العيان يقول لك انا بحس ان انا بعرق، او ان انا عندي رغبه في القيء، في غثيان ورغبه في القيء، ده بتزود احتماليه ان الالم ده يبقى ليه علاقه بقصور الشريان التاجي. في نقطه تانية برضو لو موجوده بتخلي الاحتماليه عاليه، العيان يوصف حاجه يقول لك هو معتقد ان دي معناها ان مفيش حاجه، لكن هي فعليا معناها ان في حاجه، يقول ان انا بمشي يجي لي الالم ارتاح شويه يختفي، ارجع اكمل مشي ما يرجعش الالم تاني. دي تحديدا الوصف ده بيرفع الاحتمالية ان الالم ده ليه علاقة بقصور الشريان التاجي، على عكس العيانين ما بيعتقدوا. في بعض الحالات النادرة بيجي قصور الشريان التاجي على شكل مش الم، على شكل ضيقة نفس، ما يبقاش فيه الم خالص. ده بيبقى اكتر في العيانين اللي عندهم سكر وكبار السن، احساسهم بالالم بيبقى قليل، وبالتالي بيجي لهم الشكوى من قصور الشريان على شكل ضيق في التنفس. في كل الأحوال مهم قوي إن يتشاف المريض بواسطة طبيب متخصص، يعمل تحليل لشكل الألم، وهو اللي بيقرر إذا كان ده قصور الشريان التاجي ولا لا. رسم القلب عامل مساعد في التشخيص بس ما هواش الفيصل، يعني ممكن أنا أسمع شكوى مريض ويوصفها لي وأرجح إنها قصور الشريان التاجي وأعمل رسم قلب ألاقيه طبيعي. رسم القلب حساسيته 50% فقط، فبالتالي مش معنى ان رسم القلب طبيعي ان العيان ده ما عندوش حاجه. تحديد قصور الشريان التاجي وتشخيصه هو تشخيص طبي في الاساس يقرره الطبيب وفقا للوصف اللي بيوصف بيه المريض الالم. وشكرا لحضرتك.